أسلحة غير تقليدية ومحرمة دولياً تدمر الإنسان والبنيان وتهدد الطبيعة بكوارث لا تحصى. توصف بأنها أسلحة رعب شامل وأكثر ضحاياها من المدنيين، من بينها النووية والبيولوجية والفوسفورية والغبية، أسلحة مميتة ومحظورة. ورغم ذلك فجيش إسرائيل يستخدمها في حربه على غزة، وصحيفة واشنطن بوست تعترف إنها جريمة حرب. معلومات مخيفة عن أقوى وأخطر الأسلحة المحرمة دولياً، لن تصدق قدرتها وما فعلته بسكان غزة. وسيلة للموت السريع. منذ أن وطأت قدم الإنسان الأرض وهو يستخدم قوته وفكره للبقاء والحفاظ على حياته، ومع نشأة الدول ووضع حدود فيما بينها، صار بناء الجيوش وتزويدها بأحدث التقنيات العسكرية أمراً مهماً للدفاع عن مصالح الدولة وحدودها. لكن الأمر تجاوز ذلك بكثير، حتى وصل إلى سباق تسلح مستعر، وتطورت الأسلحة إلى درجات خطيرة وفتاكة، صنعت خصيصاً لإبادة أكبر عدد من البشر بأسهل طريقة وأسرع وقت. فتحولت الأسلحة من أداة للدفاع عن أمان البلاد والشعوب إلى وسيلة عبثية للموت السريع الذي تتجاوز سرعته سرعة الرصاص. وتلك مهمة الأسلحة المحظورة دولياً. تاريخياً كان بعض القادة القدماء لا يمانعون في استخدام تكتيكات عسكرية مثل تسميم مياه الشرب وقتل الحيوانات وحرق المدن، ولم يكن هناك مانع من ذلك، إذ لم تكن هناك اتفاقيات دولية تحظر هذه الممارسات، إلى أن نظمت اتفاقية لاهاي لعامي 1899 و1907 إضافة إلى اتفاقية جنيف في صياغتها الأخيرة لعام 1949 حقوق الإنسان الأساسية في حالة نشوب حرب، للحد من الأضرار الصحية الفتاكة للأسلحة المحرمة دولياً، والتي قد يتسبب بعضها في حدوث إبادة جماعية للمدنيين. ورغم ذلك فإن هناك دولاً لا تزال تستخدمها في حروبها، فالدول لا تربح المعارك ببراعة خطط قادتها، ربما صح ذلك في الماضي، أما الآن فالأسلحة المستخدمة عامل أساسي في حسم الحروب، حتى لو كانت أسلحة إبادة لا تفرق بين حجر وبشر. ومن أمثلة ذلك تلك الأسلحة المحرمة التي تقتل بها إسرائيل سكان غزة. حقل تجارب لأسلحة إسرائيل. الصراع الدائر في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي كشف استخدام إسرائيل لتكتيكات وتقنيات عسكرية مدمرة. فتل أبيب لم تدخر جهداً لإبادة قطاع غزة تحت مسمى الدفاع عن نفسها، وكرست لتلك المهمة 500,000 جندي، وأحدث ما في ترسانتها العسكرية من القنابل والطائرات وصواريخ موجهة وخارقة للتحصينات. وفي غضون 3 أشهر فقط هدمت 5 مباني القطاع التي تقدرها الأمم المتحدة 40,000 مبنى، وقتلت أكثر من 22,000 شخص، بينما تعرض 58,000 آخرين للإصابة. اللافت للانتباه هي تلك الجروح الغامضة والعميقة التي لحقت بآلاف المدنيين، حيث تركزت في الأجزاء السفلية من أجسادهم وتسببت في قطع أطراف بعضهم. تلك الجراح أثارت تساؤلات حول استخدام تل أبيب لأسلحة محظورة دولياً، فشظايا القنابل التي ألقيت على القطاع اخترقت أجساد المصابين وتسببت في انفجارات داخلية وأحدثت حروقاً فظيعة أدت إلى إذابة الجلد وظهور انتفاخات غريبة وتسمم في الجسم. وما يثير قلق الأطباء هو كثرة الشظايا الشفافة التي لا تظهر بوضوح في صور الأشعة،
وهذا يعقد مهمة التشخيص والعلاج جدا. فأثار تلك الإصابات لا تقتصر على الأضرار الظاهرة فقط، بل تتجاوز ذلك إلى آثار داخلية مدمرة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول تلك الأسلحة المحرمة والتي يستخدم الجيش الإسرائيلي بعضها في حربه على غزة. القنابل الفوسفورية. قنابل الفوسفور الأبيض سلاح فتاك وأكثر الأسلحة المحظورة تعقيداً. تعتمد تلك القنابل على تفاعل جزيئات الفوسفور الموجودة داخلها مع الأكسجين، حيث يتمثل الفوسفور الأبيض في مادة شمعية بيضاء تتجه قليلاً نحو الصفرة. تتفاعل هذه المادة بسرعة مع الأكسجين فتكون سحباً من الدخان الأبيض يصحبها نيران هائلة. تلك النيران قادرة على ذوبان أي شيء في محيطها على مدى واسع، ما يجعلها واحدة من الأسلحة الأكثر فتكاً وتدميراً في الحروب. في حال استخدام هذا السلاح الخطير في مناطق طبيعية مليئة بالحيوانات أو مختلف أشكال الحياة، سيكون له تأثير كارثي عليها. قد يتسبب في إصابة وتشويه الأسماك التي تعيش في أفواه الأنهار الباردة، ويؤثر بشكل كبير على التوازن البيئي المائي. وفي حال وجود أي إنسان في محيط إلقاء القنبلة الفوسفورية، سيكون الهلاك حتمياً، سيذوب الشخص بشكل كامل وتتحلل بنيته الجلدية واللحمية، ولن يبقى منه سوى الهيكل العظمي. استخدمت القنابل الفوسفورية خلال حرب العراق، لا سيما في عملية عاصفة الصحراء. تقارير وزارة الصحة الفلسطينية تكشف حقائق مرعبة وغريبة للإصابات التي ألمت بالمدنيين، ما دفع الوزارة إلى التواصل مع المنظمات الدولية للتحقيق في طبيعة الأسلحة المستخدمة. وبعد تحقيقات أجرتها منظمة Human Rights Watch لفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التأكيد على استخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل فوسفورية خلال قصفه لقطاع غزة ومواقع قرب الحدود اللبنانية. الجراح البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة أكد أن بعض الحروق وصلت إلى عظام الضحايا. تقديرات أبو ستة تشير إلى أن إسرائيل قد استخدمت بالفعل قنابل الفوسفور الأبيض، لأنها هي التي تؤدي عند ملامستها للأكسجين إلى حروق شديدة تصل إلى العظام، ويكون شفاؤها بطيئا للغاية، ويمكن أن تتطور لالتهابات خطيرة وقاتلة، وتؤدي أيضا إلى تلف في الجهاز التنفسي وفشل في بعض أعضاء الجسم. الأشخاص الناجون من الإصابات الأولية يعيشون بإعاقات مدى الحياة، حيث يتسبب استنشاق دخان هذه القذائف إلى السعال وتهيج القصبة الهوائية والرئة، مع جروح في الفم وكسر عظمة الفك. يعد الفوسفور الأبيض سلاحاً حارقاً بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة، الذي يحظر استخدام تلك القنابل ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين. ورغم التزام الجيش الإسرائيلي في عام 2013 بعدم استخدام هذه القنابل في المناطق المأهولة بالسكان، إلا أنه كما رأينا منظمة Human Rights Watch أثبتت إلقاء الطائرات الإسرائيلية ذخائر فوسفورية في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان. قنابل الداي. منظمة أطباء العالم الفرنسية لاحظت الخطورة غير المسبوقة لإصابات أهل غزة، وأشارت إلى أن الحالات تشبه الإصابات الناتجة عن القنابل العنقودية الخطيرة، حيث تحتوي على عبوات صغيرة عالية الانفجار يمكن أن تنفجر بعد الهجوم. وفي الوقت الذي تتهم وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل باستخدام قنابل الدايم التي تحتوي على معدن التنغستون المعروف بقدرته على بتر الأطراف، تتسبب قنبلة الدايم في تمزيق الأنسجة البشرية بطريقة مختلفة تماماً عن الشظايا المعروفة، إذ تقتل وتجرح في دائرة قطرها 60 متراً. والأخطر أن مادة التنغستون تتسرب إلى الجسم عند ملامسته وتصيبه بأنواع من السرطانات،
علماء إيطاليون تابعون للجنة مراقبة أبحاث الأسلحة الجديدة أكدوا استحالة علاج الجروح الناتجة عن هذا النوع من القنابل بسبب عدم قابلية إزالة مسحوق التنجستون جراحياً. ووفقاً للمكتب الإعلامي في غزة، استخدم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة في القطاع قنابل متنوعة، بما في ذلك قنابل الفوسفور الأبيض وقنابل جيدام الذكية وقنابل خارقة للحصون من نوع BLU-113 وBLU-109 وSDBS، وقنابل أمريكية من نوع GBU-28 وصواريخ هاليبر، وقنابل موجهة بنظام GPS لتدمير البنية التحتية. ويقدر أن أكثر من 65,000 طن من المتفجرات ألقيت على منازل المدنيين في غزة، ما يعادل تقريباً 3 قنابل نووية مثل تلك التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. القنابل الغبية. تقرير صادر عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة يكشف أن القنابل والصواريخ التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية على محافظات غزة تشكل 3/4 الهجمات، وتتميز بكونها غير موجهة وغير دقيقة، ما يعرف بالقنابل الغبية. وهذا يشير إلى استراتيجية إسرائيل المقصودة لاستخدام ذخائر تفتقر إلى الدقة لإحداث أكبر ضرر ممكن في المباني والأرواح متجاوزة المعايير الدولية. صحيفة الغارديان البريطانية تابعت باهتمام هذه الاستراتيجية الإسرائيلية، ونشرت تقريراً يثبت بالأدلة استخدام تل أبيب لتلك القنابل غير الموجهة وبشكل مكثف. وبدون المكتب الإعلامي في غزة وبدون صحيفة الغارديان، فإن إسرائيل حجة على نفسها، فهي لم تنكر أصلاً استخدامها للقنابل الغبية، بدليل أنها شاركت لمرات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي صور قواتها الجوية خلال إلقائها قذائف مثل قذائف M-117. وتشير تقارير صحفية إلى أن نحو 45% من الذخائر التي استخدمتها إسرائيل كانت غير موجهة. وتقرير نشرته واشنطن بوست يكشف أن إسرائيل أسقطت كمية من القنابل على غزة خلال فترة قصيرة تعادل تقريباً عدد القنابل التي أسقطتها الولايات المتحدة على أفغانستان على مدار عام كامل، وبالتحديد 7,423 قنبلة، في حين ألقى سلاح الجو الإسرائيلي 6,000 قنبلة في غزة خلال 6 أيام فقط، فيما اعتبرته واشنطن بوست جريمة حرب. القنابل العنقودية. قنابل يتم إلقاؤها من الطائرات تكون في البداية على شكل قنبلة كبيرة الحجم، بعد ذلك تنقسم إلى عدة قنابل صغيرة تتناثر وتصيب أي شيء يتحرك على الأرض. تم تصميم هذه القنابل خصيصاً لقتل أكبر عدد من الجنود وتدمير المدرعات والدبابات بمدى كبير جداً، لكنها تعد غير موثوقة في بعض الأحيان نظراً لدقتها الهزيلة وانحرافها عن مسارها وعدم الوصول إلى الهدف المطلوب. وبعض النماذج من هذه القنابل قد لا تنفجر فور سقوطها على الأرض، بل قد تستقر في التربة لفترة زمنية وتنفجر في وقت لاحق، ما يشكل خطراً وتهديداً مستمراً على المدنيين. غاز الخردل الأصفر. من بين أخطر وأكثر الأسلحة تأثيراً على الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان، استخدم لأول مرة في الحرب العالمية الأولى، لم يتم اختباره بشكل مسبق، بل تم اختباره بشكل حقيقي في ساحة المعركة، وكانت النتائج الكارثية تظهر وبشكل فوري عند استخدامه. ينتشر هذا الغاز الرهيب في الجو بسرعة هائلة ويمتزج بالهواء بسهولة. عندما يتم استنشاقه تمتلئ الرئتان بالسوائل التي تؤدي إلى اختناقها وغرقها داخلياً. تلك النتائج الفظيعة تجعل هذا السلاح واحداً من الأسلحة الأكثر فتكاً وتأثيراً في تاريخ النزاعات العسكرية. أشعة المايكرو.
هي أشعة تصويب تظهر من مدافع ليزرية موجهة تستخدم لتعطيل الصواريخ السريعة التي يمكن أن تقطع مسافات تصل إلى 250 ميلاً في الهواء. تثبت هذه المدافع الليزرية بشكل محدد فوق الدبابات العسكرية للاستخدام في المعارك البرية لتعطيل الهجمات الصاروخية المفاجئة. ومهما كانت فاعلية أشعة المايكرو في المعارك فإنها ممنوعة من الاستخدام وتحظر دولياً، يعود ذلك إلى قدرتها على إحداث خسائر هائلة في الأرواح وأيضاً في البيئة المحيطة بها. الأسلحة البيولوجية، استراتيجية القتل بالميكروبات والسموم. فالأسلحة البيولوجية تتكون من فيروسات أو بكتيريا معدية تصنع في المعامل العسكرية بهدف إصابة فئة معينة من البشر. يقضي الفيروس داخل الجسد فترة حضانة حيث يتكاثر وتظهر الأعراض بعد ذلك. يتم تحضير الأسلحة البيولوجية على هيئات كثيرة، فتأتي في شكل عبوات ناسفة أو على هيئة بخاخات أو في طعام أو شراب، وهي على العكس من القنابل النووية والكيميائية، يسهل إحاطتها بالسرية التامة وتنتشر بشكل خفي عبر الهواء، فهي بلا لون ولا رائحة، وبالتالي لا يمكن اكتشافها أو تحديد مصدرها. وأمام كل هذه الخصائص تكمن خطورتها. ومن مخاطر السلاح البيولوجي أنه يصيب الكائنات الحية غير المقصودة بالهجمات العسكرية، كما يصعب التفريق بين تداعياتها وبين الحالات المرضية الطبيعية التي قد تشترك معها في الأعراض. ومع التقدم العلمي فإن الهندسة الحيوية زادت خطورة استخدام السلاح البيولوجي لقدرتها على تحضير أسلحة جرثومية لأهداف عسكرية محددة. واستعمال الأسلحة البيولوجية يخلف جراثيم الأمراض الملوثة للهواء والماء والغذاء والبيئة بشكل عام، ما يسبب أمراضاً وبائية للإنسان والحيوان والنبات على حد سواء. الأسلحة النووية، أخطر سلاح على وجه الأرض بلا منافس، يدمر مدناً بأكملها ويقتل الملايين، وأثاره وخيمة وطويلة الأجل وقد تمتد لأجيال قادمة. تستخدم هذه الأسلحة في قنابل نووية ورؤوس صواريخ، ما يحولها إلى أدوات قتال فتاك. وأخطر صورها القنبلة النووية، فهي قنبلة لا تبقي ولا تذر. وبالرغم من الاتفاق العالمي على خطورة استخدام الأسلحة النووية إلا أنها لا تزال تهدد البشرية وقد تمحو الحياة على وجه الأرض في غمضة عين. ومع أن الأسلحة النووية استخدمت مرتين فقط في الحرب، في قصف هيروشيما وناغازاكي عام 1945، إلا أنه يقال أن لا يزال هناك 22 ألفاً من هذه الأسلحة في عالمنا اليوم، وإنه أجري حتى اليوم ما يزيد عن 2000 تجربة نووية. إننا أمام حقيقة مرعبة وواقع لا يحمد عقباه. هذه الأسلحة الخطيرة لا تعرف الرحمة، فهي تمسح كل ما يعيش وتلوث كل ما ينبت. تلك هي الأسلحة المحظورة دولياً بنص إعلان بطرس بورغ. يجب أن يكون الغرض الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية، ويكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتال. وقد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأنها أن تفاقم من دون أي داع آلام الرجال المعزولين عن القتال أو تؤدي حتما إلى قتلهم. ويكون استعمال مثل هذه الأسلحة بالتالي مخالفا لقوانين الإنسانية. يعد إعلان بطرس بورغ عام 1868 أول اتفاق دولي لتنظيم وتقييد استخدام الأسلحة خلال الحروب، ليشكل بذلك اللبنة الأولى لسلسلة معاهدات واتفاقات وضعتها الدول عبر السنين سعياً إلى حماية البشرية والمدنيين بشكل خاص من آثار العمليات العسكرية.